رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام الله، بل أعظم أيام الله، هو أعظم أيام الله. فإن كان الكلام عن النعم، فهل هناك نعمة أعظم من أن يجود الكريم المنان على الخليقة كلها، إنسها وجنها وملائكتها وطينها وحجرها وطوبها، برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست هناك نعمة أعظم وأشرف وأجل منه عليه الصلاة والسلام. ما من نبي إلا وأوصى قومه ويوصي قومه بالتصديق والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. ميلاده صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الله، والأيام الفاضلة فرع من أصل. يتكلم الناس عن الأيام الفاضلة، ما من يوم فاضل إلا هو مصدره صلى الله عليه وسلم، ما من يوم فاضل إلا هو مصدره صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا رسول الله. أخبرنا القرآن الكريم أيها الكرام أن في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لكن القرآن الكريم قص علينا ميلاد ثلاثة منهم، ميلاد سيدنا موسى ونشأته، ميلاد سيدنا عيسى ونشأته، ميلاد سيدنا يحيى ونشأته عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذا كان في قصصهم عبرة، ومن قصصهم ميلادهم ونشأتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرفهم وأعلاهم وأطهرهم وأكرمهم عند الله عز وجل، أليس في ميلاده عبرة؟ إذا كانت العبرة في ميلاد، وقص ذلك القرآن، فمن باب أولى في ميلاده العبرة، في ميلاده التذكر، في ميلاده النشأة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يوفقنا. عند البخاري حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون ماذا؟ يصومون عاشوراء. فسئلوا في ذلك قالوا إنه يوم نجى الله فيه، أو أظهر في الحديث أظهر الله فيه موسى على فرعون، يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون، على سيدنا موسى الصلاة والسلام. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن أولى بموسى، وسن لأمته صيام ذاك اليوم، أقرهم على التعظيم، أقرهم على الاحتفال والاحتفاء، بل سن لأمته صلى الله عليه وسلم أن يحتفوا وأن يعظموا يوما نجى الله فيه موسى عليه السلام، وأظهر الله فيه موسى عليه السلام على فرعون. إذا قارنا يوما أظهر الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام بيوم جاد الله به على الخليقة برسول الله، أيهما أعظم؟ ثم جاء صلى الله على سيدنا رسول الله. إذا أضفنا لهذا ما جاء في عند مسلم رحمه الله حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من بين ما ذكر من فضائل يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.